هذه هي القاعدة وليس الاستثناء. حلقة جديدة من رقم 10 وفيها النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة على التوالي، للمرة السابعة في آخر 8 بطولات هذه القارة، هذه البطولة التي يمتلكها النادي الأهلي، يمتلكها وليس يستأجرها، هذه ملك للأهلي. النادي الأهلي العادي بتاعه أن يبقى في نهاية دوري أبطال أفريقيا، أي حاجة تانية استثناء. خلاص القارة اعتادت، إحنا بقينا نقول في أول البطولة الأفريقية، مش إحنا بس، كل مشجعي الكورة في القارة، كل أندية القارة، مين هيلاعب الأهلي في النهائي؟ مين هيلاعب النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا وهو على وشك نادي الترجي؟ الترجي التونسي المباراة في نهايتها أمام صن داونز، ذهابا إيابا فايز على صن داونز 1-0، 1-1 يعني. نرجع للأهلي. النهاردة إياب نصف النهائي على استاد القاهرة الدولي، استاد الرعب، جمهور الرعب، جمهور النادي الأهلي العظيم اللي كان موجود النهاردة بيملى المدرجات بشكل رائع كالعادة، يساند ويدعم. اليوم الأهلي يفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بعد ما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، الأهلي يصل للنهائي بأهداف محمد عبد المنعم ووسام أبو علي وأكرم توفيق. كل حاجة النهاردة حلوة في الأهلي، كل حاجة النهاردة حلوة في الأهلي، تحديداً النصف الثاني من الشوط الثاني. الأهلي بدأ المباراة بشكل كويس، نهى الشوط الأول بشكل مش كويس، بدأ الشوط الثاني مش بشكل حلو قوي، أنهى الشوط الثاني بشكل رائع جدا. دي المباريات الإقصائية، دي الظروف اللي فيها وده الحال اللي فيها. الأهلي ما عملش مباراة مثالية ولكنها مباراة جيدة. ومارسيل كولر النهاردة أدار المباراة بامتياز على مستوى التشكيل وعلى مستوى التغييرات القليلة. ليه؟ تغيرته قليلة النهاردة، إمام عاشور كهربا، الباقي كان بيجتهد والباقي ماشي بشكل كويس، هي قصة مش تغييراته وخلاص. أول حاجة نشيد بيها هي المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، مدرب عظيم، وده رأيي، وهو الأهلي بيخسر وده الأهلي، وهو الأهلي بيتعثر وهو الأهلي بيكسب وبيشيل بطولات، مارسيل كولر مدرب من أفضل الأجانب اللي جم مصر، وممكن يعني من عندي انا، دي بتاعتي انا، دي وجهه نظر انا، يعني وجهه نظر كريم مش لازم تاخد بيها، انه ده افضل مدرب اجنبي جه مصر. بالمناسبه النهارده كسر رقم قياسي لمانويل جوزيه، هذا المدرب التاريخي العظيم للنادي الاهلي. مانويل جوزيه كان عنده 19 مباراه متتاليه مع النادي الاهلي افريقيا دون هزيمه. اليوم مارسيل كولر 20 مباراة مع النادي الأهلي متتالية أفريقيا دون هزيمة. مدرب كبير، مدرب رائع، مدرب ما عندوش مشاكل شخصية مع اللاعبين زي ما بعض الناس بتحاول تروج لده، بتحاول تبيع ده، بتحاول تبين إنه الراجل خلص مع النادي ده. عارف الكلمة دي دايما يقول لك إيه؟ جاب آخره. الأهلي محتاج يغير، مع تعادل، مع تعثر، مع هزيمة من الزمالك، لا المدرب لازم يتغير. يقول لك أصله بيعند، أصله بيحب ويكره. طيب